بيروت يفجع الفنان المصري أوس منذ قليل وسط حزن كبير من أسرته والنجوم. توفي منذ قليل علي نجل الفنان محمد أسامة الشهير بأوس نجم مسرح مصر، حيث لم يكمل نجله الشهر الثالث ولم يوضح أوس سبب الوفاة، كما إنه لم يكتب أي تفاصيل خاصة بالوفاة عبر حساباته الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي. وقال صديق مقرب من أوس أن رضيعه علي هو الأصغر، حيث أن لديه طفلا آخر اسمه عمر. وأضاف المصدر أن الطفل الرضيع سقط أرضا وهو بالمنزل وتوفي على الفور. سيطرت حالة من الحزن الشديد على نجوم مسرح مصر بعد وفاة ابن صديقهم الفنان محمد أسامة الشهير بأوس، حيث عبر كل منهما عن حزنه الشديد وحاولوا مواساة صديقهم. وكتب حمد المرغلي عبر حسابه بموقع انستغرام: رحم الله طفلكم وجعله من طيور جناته وشفيعا لأمه وأبيه، وربط الله على قلوبهم وعظم أجرهم، ربنا يصبرك يا أخويا انت ورويدة. وكتب محمد إمام: قلب معاك يا حبيبي، حزن ما بعد حزن، ربنا يصبرك انت ومراتك. وطالبت إيتن عامر جمهورها بالدعاء للفنان المصري أوس وزوجته قائلة: من فضلكم ادعوا ربنا يصبر قلب أوس ورويدة على فراق ابنهما الصغير علي محمد أسامة ويعوضهم خير. وكتبت الفنانة شيماء سيف: البقاء لله في وفاة الطفل علي محمد أسامة عمره 3 شهور، ربنا يرحمه ويصبر قلب أهله ويجعله شفيع ليكم يا رب. وتحدث الفنان المصري محمد أسامة نجم مسرح مصر والشهير بأوس عن وفاة طفله علي الذي رحل عن عالمنا اليوم الاثنين قبل أن يتم شهره الثالث. وكتب أوس تدوين عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث قال: الله يرحمك يا علي، ما تعزش على اللي خلقك، والوفاة طبيعية وكان نايم وزي الفل. وأضاف الفنان: أنا آسف جدا، مش قادر أرد على رسائل أو مكالمات، ولو بتحبوني ادعوا لرويدة مراتي ربنا يصبرها ويصبرني على فراقه ويطمن قلبها وتبقى كويسة بإذن الله، ويخلي لينا ابننا عمر، قدر الله وما شاء فعل. وحرص الفنان المصري أحمد جمال على مواساة الفنان المصري محمد أسامة الشهير بأوس في وفاة ابنه علي اليوم الذي يبلغ 3 أشهر من ولادته. وقال الفنان المصري أحمد جمال عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات تويتر: رضيع الفنان محمد أسامة في ذمة الله عن عمر 3 أشهر، البقاء والدوام لله، وربنا يصبركم على فراقه. وحرص أيضا الفنان صلاح عبد الله على تقديم واجب العزاء للفنان محمد أسامة في وفاة نجله علي الذي رحل عن عالمنا اليوم قبل أن يكمل شهره الثالث. وكتب صلاح عبد الله عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تدوينة عزاء قال فيها: ملاك عاش في الأرض 3 شهور، وأراد رب العباد الذي لا رد لقضائه إنه يكمل حياته في نعيم جنته. بجد يا بختك يا علي، وادعي لأمك وأبوك يصبرهم المولى ويقدرهم على ألم الفراق. قلبي معاك يا أوس يا بني، رحم الله الفقيد وأدخله فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون، والبقاء لله.